نوالي وطالب مليون. مرحبا مرحبا. صباح الخير. صباح النور. نوالي. صباح النور. تفضلوا. مرحبا. اهلين. يا اهلا. عمر طبعا انت من اهل الدار فيعني خلاص تعودنا عليك والمشاهدين تعودوا عليك، بس برضو اهلا وسهلا بيك ومنور مارو ومنوره. احنا كمان استضافتكم لنا. احنا اسعد. احنا اسعد. النهارده احنا بنتكلم عن مزج الاغاني العربيه بالموسيقى الاجنبيه سواء الاسبانيه الفرنسيه بشكل عام، يعني اي موسيقى اجنبيه غير عربيه، بتشوفي انه ده بيضيف للاغنيه شيء معين، بيديها جمال اكتر، بيديها رونق اكتر؟ طبعا هذا الموضوع اذا بدنا نحكي معه هو بالاساس هو سوري ولا يهمك عادي، هو بالاساس اختلاف حضارات. فبما انه انا جاي من المغرب ومن مدينه تطوان بالذات، فهي اساسا المدينه هي مدينه تاريخيه وعندها تاريخ فني وثقافي. فانا طبعا كبرت بهذه المدينه وشربت هذه الثقافه الموسيقية الفنية. طبعا غير انه هو حتى كلامنا بتلاقي فيه كلام مغربي على اسباني على الحكم قرب المدينه، قرب المدينة فعلا لاسبانيا طبعا. حلو حلو. طب النهارده انتم بالمناسبات عندهم مره بتخبرني بغنوا اغاني يعني بطبيعه الحال تكون عربي واسباني واغاني كده مع بعض، فهو بطبيعه زي ما حكيت بحكم المكان في يا ريت سمعونا شيء من هذا اللي قاعد. طب سمعونا ميكس حلو بقى عربي اسباني. يلا طمعين احنا، انت متعود علينا احنا طمعين. مرفرف الدلالي هواه أنس الليالي، تراه يهوى جمالي، تراه تراه تراه. الفاتر الجفوني نداء دمع العيون، تراه يسقي زهوري، تراه ترى ترى. يا ساحر الأماني وحبي ولحني، من ربنا الأماني وقلبي يغني. هواك يا أميري غدي حلو العبوري، ترى يسقي زهوري، ترى ترى ترى. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me responde quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás. الحلاوة دي والصوت الرائع والأغنية والاختيار الجيد بحييكي. مارو عايزة أرجع معاكي، أنت قلتي الحضارات، يعني انت جايه من بيئه معينه، من مدينه معينه، هي اصلها كلها فني، عندها ما يميزها من الفن. قد ايه مهم ان احنا ننقل ده ما بين الشعوب؟ يعني انا اتعرف على حضرتك، انت تعرفي على حضرتي، بتشوفي انه الفن المفروض انه يكون هي دي رسالته الحقيقيه؟ صحيح. هلا بما انه انا من المحظوظين طبعا ساكنه بدبي وجايه من مدينه هي اوريدي طبعا مشبعه موسيقيا، فانا بما انه بهيدي الوضعيه هي، فانا صراحه انا بحس انه هيدي مثل رساله انه الانسان لازم قد ما يكون بيغني ستايلات ثانيه او انواع موسيقيه ثانيه لازم يكون حامل معه شيء اللي هو جاري بدمه اساسا، فيحاول انه يعرف الناس عليه. فانا اخذت كلون الموسيقى هي الاسبانيه والمزج ما بين الموسيقى العربيه والاسبانيه، اخذت كلون بالنسبه لي عشان اخلي الناس تتعرف
تعرف على الثقافة المغربية أو الشمال اللي موجودة بشمال المغرب. طب ماريو برأيك هذا المزج سهل؟ يعني من السهل أنت مثلا تقدري تمزجي بين كلمات مغربية، تقدري تلاقي أغنية إسبانية يمكن مشابهة لها، وتقدري تمزجي بينهم، خصوصا مثلا إذا معك موسيقي شاطر قادر كمان يرافقك بموسيقى تقدر كمان تتماشى مع هذا المزج. هلا اذا بدنا نحكي موسيقيا بالنسبه للموسيقى العربيه، الموسيقى العربيه هي من الاساس طلعت من قصور الامراء بعهد الاندلس، فالموسيقى الاندلسيه. فاذا بدنا نمزجها مع موسيقى اسبانيه هي موسيقى مختلفه كليا عن الموسيقى العربيه، لان الموسيقى الاسبانيه هي طلعت من عند الفلاحه اللي كانوا موجودين بوقتها باسبانيا، وما عندها يعني كانت مجرد تعبير على الذات، فكانت كثير عفويه وبسيطه. فهو مش بالسهل انك تلاقي اغنيه تناسب نفس الالحان او نفس الكلمات. مزبوط. بس انا هلا سؤالي يمكن لعمر، عمر انت كيف بتحس الوضع لما تيجي مثلا تمزج بين اغنيه عربيه وتنتقل لاسبانيه؟ هل بتواجه صعوبه بالانتقال بين الالحان، او بتحس انه في مزيج مثلا ممكن يكون متشابه ومتقارب وسلس الانتقال فيه اكثر من مزيج اخر من الاغاني؟ انا صراحه يعني مسيرتي الفنيه عزفت مع مغنيين وفرق بانماط جدا مختلفه، فصار عندي الحمد لله رصيد فني كثير كبير، وحافظ اغاني كثيره وعازف اغاني كثير، فصار عندي زي ديكشنري بمخي، اي اغنيه بعزفها ممكن ادمجها مع اي اغنيه على السريع بطريقه سلسه من دون ما يحس بطريقه سلسه. والاغاني كلها بتشبه بعض، بس الشيء الحلو بالفيوجن ميوزك او بمزج الاغاني زيها زي الالوان، جيبي لون اخضر واحمر، هذا لون معروف هذا لون معروف، سخلطيهم مع بعض اخضر واحمر بيطلع معك لون جديد، زيدي شويه ازرق عليه، فهيك الموسيقى كل ما تخلط الالوان بيطلع معك شيء جديد. يعني هو مش اختراع صاروخ، بس هي بس مساله ذوق وكيف الواحد بخلط. طب انت برايك شو اجمل ميكس دمجته؟ انا شخصيا هلا اشتغلت، يعني انا الحمد لله موفق اني بعزف مع موسيقيين ومغنيين كثير شاطرين مثل مارو واحده منهم. ف يعني شيء كثير مميز، انا اشتغلت لمارو اغنيه اوريجينال هي من تاليفها، كتبت الكلمات والالحان اشتغلنا معها على بعض على الاغنيه. وكانت الاغنيه قريبه من الريغاتون اللي هو ايقاع لاتيني وكلمات عربيه. طب بدنا نسمعها، يعني حكيتوا لنا عن ريت لازم نسمعها. بصير ماشي. هلا احنا راح نعزفها بشكل مبسط، لو معنا فرقه اكبر او باند بتبين الاغنيه اكثر، بس يعني راح اوصلكم الفكره ان شاء الله. تبغيني كيف ما بغيتك، ما قدرت انا نعرف نيتك غير كل اللي يمشي. غدرتيني دبت عليا وديتيني، فهو كان طيحتيني غير كل اللي يمشي. علمت قلبي يقسى وغرامك انت ننسى، وبقلب حبك لسه. علمت قلبي يقسى وغرامك انت ننسى، وبقلب حبك لسه. ما بغيت انا ليك نشتاق، ولا نحن ليك في الفراق، حبك انت ما ينطاق. ما بغيت انا ليك نشتاق، ولا حن ليك في الفراق، حبك انت ما ينطاق. هيت منيتك تبغيني كيف ما بغيتك، ما قدرت انا نعرف نيتك غير كل اللي ومشي. قدرتيني كذبت عليا وديتيني، فهو كان طيحتيني غير كل اللي ومشي.
احس ليش انت ابدعتي وايد. برافو برافو. مع الجيتار كان صوتك وايد يناسب الجيتار. في مره جربتي تغنين مع اله ثانيه مثل العود مثلا ولا اله ثانيه عربيه؟ هلا نحن صريح هلا نحن دائما مع عمر لما نطلع اي ايفنت او اي شيء دائما بيكون معنا اوقات بيكون عازف عود او عازف جيتار، فانا بفضل دائما الجيتار. يعني انا حسيت في تناغم وايد من صوتك. على فكره لانه صوته بتحسه كثير راكب على آلة الجيتار. يعني الصوت اللي بيمزج بين العربي والغربي اكثر آلة يمكن بتناسبه الجيتار، لانه العود والقانون ماخذين كثير طابع عربي اكثر. بالضبط. يعني ممكن يكون مع الالات الغربيه بس في نكهه شرقيه جدا قويه. يعني اذا حتى الواحد يعزف شيء غربي راح يضله كثير. مزبوط. إذا بنتذكري أول أغنية غنيتوها هي تغنت بلغات مختلفة على نفس التوزيع الموسيقي. قدي هذا الموضوع بيخلي فيه إبداعية وبترك بصمة لكل ثقافة. يعني بالإنجليش غنوها بطريقة رائعة، الإسبانية كانت جميلة، وأجملها كانت العربية. كيف هاي كل الثقافات قادرة تترك بصمة بنفس الموسيقى أو بنفس التوزيع الغنائي؟ هلا بالنسبة طبعا الموسيقى، أنا يعني قبل ما أحكي أي شيء، أنا مثل ما قلت أول مرة إنه أنا جاي من بلد هي أوريدي فنيا غنية غنيا غنية موسيقيا، وفي اختلاف اللغات اللي هو أنا يعني بالمغرب بتلاقي متأثرين بالفرنسي، متأثرين بالإسباني، بعدة لغات لانفتاحه على أوروبا وموقع الاستراتيجي. والمغرب طبعا كان تربة خصبة لاستقطاب جميع الثقافات وإجمالا والفن. فأنا بالنسبة لي بلاقي الموسيقى هي غذاء التعبير. يعني هي ما في الموسيقى ما عندهاش اجمالا ما عندها لغه، ما عندها بلد. هي فعلا هي ما لها لغه طريقه للتعبير. حبيت وصفك مارو، بس عندي سؤال لعمر. بتقدر تميز مثلا صوت الفنان اللي جاي انت تعزف معاه مثلا في اغنيه تقول له انت صوتك صباحي، صوتك دافي، صوتك مسائي، انت طربي؟ بتقدر تعمل ده؟ في شوف في ناس كل فنان بشكل عام متميز بشغله معينه بصفه. في فنانين مثلا على الستيج بيعمل جو رهيب، بخلي الناس تتحرك، بخلي الناس ترقص. في فنانين مثلا بيكون طرب بس تسمعيه خلص هو طرب مزاج. في فنانين هاديين، فكل حدا مختلف. يعني كل صوت وربنا اعطى لكل واحد خاصيه بصوته او بفنه او بادائه مختلفه جدا عن الناس. يعني انا حتى كعازف في عازفين عندهم شغلات مختلفه مش موجوده عندي، وانا عندي شغلات مختلفه عنهم. صحيح. بس انا حسيت انه مارو مثلا لو غنت حاجه لفيروز هتبدع. اندلسيات يا ايه رايك؟ جربتي من قبل او ماجد الرومي حتى بحس طيب اوكي في شغلات محضرينها حلوه. على راحتك. شوفي على راحتك. احنا شو ما احنا طبعا بنسمع بالضبط، فتلاقينا احنا قاعدين كل شويه بنطلب حاجه مختلفه. تمام. الليموني ليمون اللي غاروا مني قالوا لي وش عجبك فيها، ليمون اللي غاروا مني قالوا لي وش عجبك فيها، جاوبت اللي جهلوا فني خذوا عيني شوفوا بيها، جاوبت اللي جهلوا فني خذوا عيني شوفوا بيها. Me duele el corazón de quererte tanto, me duele el corazón de quererte tanto, me duele el corazón de quererte tanto. Me duele el corazón de quererte tanto, me duele el corazón de quererte tanto, me duele el corazón de quererte tanto. ¿Y qué le voy a hacer si tu amor no tengo? ¿Y qué le voy a hacer si me está matando? ¿Qué le voy a hacer si tu amor no tengo? ¿Y qué le voy a hacer si me está matando? أنا في عيني يا آدم
هي في عيني حواء قالوا لي علاش تعشق آدم قلت لهم يا الزيمة الدواء أنا في عينيها آدم هي في عيني حواء قالوا لي علاش تعشق آدم قلت لهم يا الزيمة الدواء سمرة وغنى عليها العالم والعالم كله شريها عايزة أقول لك كلمة تفتكريني بيها بعدين صوتك فاتح للشهية والله العظيم بحسي لا بحس الواحد بده كمان بالضبط اللي هو أنا عايزة أكتر عايزة أسمعك أكتر عايزة كل حاجة حلوة تحصل وأنت بتغني بس أنا عندي سؤال إلها قبل ما ترجع تسمعنا شيء تاني ماريو أكيد في حدا بحياتك اكتشف فيك الموهبة عبكير وشجعك لحتى تسقلي موهبتك هاي يمكن كتير في ناس عندها الخامات الجميلة من الصوت لكن ما بتلاقي التحفيز والدعم لحتى يقدر الواحد يسمو بمواهبه مين هذا الشخص اللي أقنع ماريو إنه تطلع وتغني هلا صراحة يعني هيدا الشيء ببين منذ الصغر بس بيكون طبعا الأهل تبعك بيسمعوك الأم تبعي كانت تسمعني أوقات بتحب إنه تسمعني دائما وكانت دائما بتشجعني والعائلة دائما بيقولوا لي إنه لازم تكفي بالموسيقى أو لازم تاخديها كإنه شغلة كارير أي بحياتك بس اهتمامات تانية بتاخدك بالحياة ومسؤوليات تانية فبيضل الموسيقى بس قد ما تبعدي على الموسيقى بتضل الموسيقى بتاخدك وبتجيبك وهيدا اللي صار معي هلا الصراحة نحن كتير استمتعنا ومثل ما حكيت منا تخيل نحن عنا طمع نسمعك أكثر بس قبل ما نسمعك بدنا نتشكركم عمر وماروك كان مسك الختام فعلا وكتير استمتعنا بوجودكم شكرا كتير لكم خلينا نختم مع أغنية بقى حلوة على ذوقك يلا معروفة وهيك شبابية يلا ديسباسيتو اكزاكتلي يلا سي sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Vamos a Despacito Quiero respirar tu sueño despacito Deja que te diga Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Vamos a en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten ay bendito Para que mi sello se quede contigo